أنا تقديري إن في أزمة سياسية كبيرة النظام بيعاني منها، وربما تبقى الجانب الأكبر منها هي أزمة نفسية عنده، وممكن أوصفها بأنها أزمة شرعية على المستوى الدولي، وبيعمل بيها مقصة بإجراءات اقتصادية عشان هذا القبول. بمعنى إيه؟ أنه طول الوقت عنده إحساس بأنه غير مقبول دوليا، وهذا الإحساس له أساس من الواقع بسبب كل اللي احنا شايفينه في إدارة شؤون البلاد على مستوى الحقوق والحريات بشكل كبير. وهو والمستشارين اللي حوالين منه فاهمين كويس جدا حدود السياسات الاقتصادية الدولية، وإيه الدور اللي تقدر تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في التأثير على حتى مواقف الحكومات. عشان كده ما نستغربش انه يبقى في مجموعه من المشاريع الاقتصاديه الضخمه جدا بفلوس كتيره جدا، وربما لما تيجي تحطها على اولويه الاجنده الاقتصاديه بالنسبه لنا ممكن تتاخر، ممكن تترحل، ممكن بدل ما تتعمل على سنه تتعمل على 3 سنين زي مشروع قناه السويس على سبيل المثال. طب ليه بيتم ضخ هذه الاموال الكبيره جدا الوقت القصير دوت مع شركات محددة تفتح له المساحة دي؟ أنا تقديري إن ده مرتبط بأزمة الشرعية، هو شراء ولاءات من مجموعة شركات متعددة الجنسيات وربطها بمصالح مباشرة مع النظام المصري للتقليل من حدة الضغط اللي يتم ممارسته عليه بشكل أو بآخر. بيترتب على هذا الأمر إنه يعني يخلي بعض الناس تقول والله ده كان مبارك عائل، يعني مبارك كان ماشي تاتا تاتا. اللي احنا شايفينه انه حد بيجري بسياسات اقتصادية نحو النيو ليبرالية فأشرس صورها في الوقت اللي الحركات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أوروبا وأمريكا بترتد عن هذه السياسات، وهناك صعود في الخطاب الاشتراكي أو أقول يعني اليسار الديمقراطي في أوروبا كلها وفي أمريكا حوالين انه السياسات ديت مودينا لفين. السياسات ديت في النهايه بتؤدي الى احتكار طبقه محدده لبعض المميزات، وفي النهايه بيودينا الازمه. وعشان كده لما نبص على الانتخابات اللي موجوده في اوروبا مش غريبه خالص خالص ان يبقى في صعود للعديد من الاحزاب اليساريه او يسار الوسط، وان هذا الخطاب اليساري بدا يلاقي ليه مردود في العديد من القطاعات حتى داخل امريكا اللي كانت بعيده تماما عن هذا الخطاب.